أو كل واحد حسب كيف بحب السماكة. في ناس تحبها رقيقة، في ناس تحبها سميكة، أنا بحبها وسط مش كتير رقيقة. بضل أعمل هيك لأعد الصينية. هون حطيت كمية الكنافة اللي بدي إياها، بوزع كل على مستوى واحد بالصينية وبضغط عليها، برصها كتير منيح بإيدي عشان تكون كلها مستوى واحد. عم بحمل الفرن عشان احط الخبز الكنافة، وهون الكنافة صارت جاهزة للخبز، رح اخبزها على الغاز. انا عندي الغاز اللي على كهرباء، هو الاحسن، بكون ممتاز اذا بكون غاز غاز. بجيب الصينية، اول اشي بدها درجة حرارة اعلى الاربعة، بحط صينية رفع، بحطه على الغاز وبضل ابرم. اولا ما بتكون سخنة، رفع، بحطه على الغاز وبضل ابرم. اولا ما بتكون سخنة، بس تسخن بتلبسه كف او ملقط كبير حسب. بضل ابرم الصينية لتبلش تدوب الجبنة. بلش تدوب الجبنة رح تطلع مي، بجيب ناكن وبمسح بقيم المي اللي عم تطلع، ابرم ليصير دايرة اشقر. بس اوصل لهالمرحلة بصور لكم. بلشت تذوب الجبنة، رح احط المحرمة عشان تسحب المي. هيك دايرة لازم يكون هيك، والجبنة ساحت. اسا بدنا نقلبها. شربتها بالقطر زي ما انت بالفستق الحلبي.